يظهر الناس نسيت ابو هيبه، لازم افكرهم عشان ما ينسوش تاني. زي ما علمتك اوعى تملى السبرتاية على الاخر. انا عارفاك دماغك سم، عايز تقدر بمين يا هيبه وليه؟ عشان الناس استهيفت ابو هيبه، هي دي العين اللي بدعيلك تبدلي. عينيك تخوف، ابقى خبيهم وانت خاشش علي. وردانة وردانة زينة يا اخوي. ما تخافش، اللي ليها اب زيك ما تتهانش ابدا، خليها تشوف بنتها. اعمل ايه بس يا ربي؟ قلبي وجعني على البنت وبنتها. حرام عليكم يا ناس، تبقى بنتي جنبي وما اقدرش اطلع عليها. طلعك هنا. زهقت، زهقت من الرعب اللي انا عايشه فيه انا وبنتي في البيت ده ليل ونهار. وانت كمان اتغيرت، بعد ما كنت بتدلعني وتقشر لي البرتقانه وتاكلها لي في بقي، ما بقتش طايله منك بصه واحده. مالك؟ هتاكلي مين؟ سيبني بقى مخمخ يا حكم، ودعيلي ربنا يوفقني. قويني يا رب. مخمخي. أنا مش قلت مفيش سكر في المكان ده تاني؟ ده مكان أكل عيش. حاضر. كين ما يشربش هنا ولا يسكر تاني خالص. سوري سوري. منورة يا حاجة. وده فارس، عارف أنت ممكن تكسب دهب من ورا أبوك وأمك لو سرحت بينا في الموالد زي زمان. مكساحة وأعمى. وانت أهبل. والله صعبان عليا قوي. ولا ايه يا فارس؟
مساء الخير. اهلا اهلا يا خالتي، اتفضلي. خالتك عجايب. صغيرة. هي ايه دي الصغيرة؟ الأوضة. بالعكس، دي شرحة وبرحة ودمها خفيف وواسعة ومكفيانة وزيادة. والعياذ بالله بتخوف. هي ايه دي اللي تخوف؟ قصدي مكان الأوضة تخوف، أصلها قرب متحف أبو هيبة. بيقولوا والعياذ بالله، اللهم احفظنا يا رب، إنه مليان مساخيط وعفاريت. إنتي ما بتحسيش بيهم؟ دول بيعملوا أصوات، بيسقفوا كده هم. مساخيط وعفاريت إيه؟ أنا ما سمعتش حاجة خالص. بالعكس، ده الأوضة أمان والحمد لله. آه، ده لو كان الريس هنا. ريس مين؟ أبو هبة ريسنا كلنا. بس خلاص، خد اللي هو عاوزه. هو كده لما ياخد اللي هو عايزه يتقلب فجأة، يعمل نفسه مشغول، يعمل نفسه قال ايه متنكد وضارب بوز يخوف عشان محدش يسأله. هو اصله طول عمره يكره اللي يسأله، لا يحب حد يسأله ولا يحب حد ياخد منه حاجة. بس سبحان الله، أنا من ساعة ما شفتك حبيتك لله في لله، دخلتي قلبي. عشان كده يا روح أمك أنا خايفة عليكي قوي من اليوم ده. من يوم إيه؟ اليوم اللي تولدي فيه هيبقى يوم منيل بستين نيلة. بعد الشهر ده هيبقى يوم زي العسل والسكر كمان. هو عايز إيه يعني غير الواد؟ الوريث ياخد الواد ويدفن الجثه. ما تفي من بقك، جثه اللي يدفنها. ماما انا خايفه قوي، ما تمشي الست دي بقى. هو احنا كده يا بنتي؟ اللي يقول الحق يخافوا منه، لكن لو كنت بستحلى كلام كذب ونفاق كان زمانك انت وامك بتموتوا فيا. بقول لك ايه من الاخر كده، انت عايزه ايه؟ ولا حاجه، بس بكره الميه تكدب الغطاس. هو احنا رحنا بعيد ولا رحنا بعيد؟ كلها كام شهر وتشوف ابنك في حضن درتك. ليه؟ مت ولا مت؟ شوفي انت بقى. يا ماما كفايه بقى، انا خايفه. هو انت عبيطه زي امك؟ طب اسمعي، دي حد قالك حاجة عن الرجل اللي كان جاي لابس مارة وعايز يشوفك؟ الدكتور وليد اللي كان عايز يتجوزك. عارفة غنيمة هددتني وقالت لي لو فتحت بقك، لو فتحت بقك كده هتبحك. غنيمة قالت لك كده؟ قال آه، بس مش عشان سواد عيونك يا عبيط. ما انا عماله اقولك انت عبيطه مش مصدقاني. ده عشان الطبخه ما تبص تستوي، انت تولدي وتاخد منك الواد وبعد كده يا حلوه هتفرقعك. ازيك يا سامي؟ اتفضلي يا ماما. ميرسي يا حبيبتي. ماما انا خايفه اقعد هنا، ما تيجي نرجع بيتنا تاني. بقولك ايه، سيبك من الكلام اللي سمعتيه ده، انت عايزه تقلقنا ولا تخوفنا؟ ابو هيبه لا يمكن لا يقول كده ولا يعمل كده.
ده بيعمل كده واكتر من كده كمان. انت ما شفتش شكله بقى عامل ازاي؟ بقى شكله يخوف قوي. والنبي يا ماما تعالى نرجع بيتنا تاني. من يوم ما شفتك وانا عارف انك مؤذي، بس ما كنتش عارف انك هتأذيني في بيتي. ابص رجلك، ابص رجلك، سيبني انا، انا ما عملتش حاجه. خلاص والله العظيم انا ماليا دعوه باللي حصل. انا مش قلت لك يا ادم امشي من الفندق قبل سابق؟ حصل والله العظيم حصل ومشيت، بس خلفي هو اللي رجعني. دي هياخد جزاؤه. هتعمل فيا ايه؟ هعمل فيك ايه؟ ولا حاجة. انت هنا في مزرعة تعابين، هسيبك ليهم. ان صب عليك الصبح وخرجت سليم يبقى ليك عمر. عاوزش حاجة؟ أقسم بالله العظيم أنا بحترم خلود بنت حضرتك. عارف لو كان ليك روحين كنت أدبتك على دي كمان، بس ملحوقة ليا حساب تاني مع الكلب كين يا بجس. خرب بيت، خرب بيت سيدي، خرب بيت الحقوني. أنا مسافر يا هيبة الحجاز. هتحج حج أمين؟ إن شاء الله. غني ما عارفه؟ ما أنت لو بتسأل عليها كنت عرفت. هانت، أطمن الأول على أمينة. واطمنت على خلود. هتخف إن شاء الله. ما تنساش تعالجها من جوه زي ما بتعالجها من بره. ربنا يسهل يا حج أمين. ربنا يتقبل منك. أمين، ما هعديش عليكم، تعرفني ما بحبش الوداع. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.